رحلات؟ يعني حركفت شوية يعني. ليوت كده أحلى بكتير. يعني مش يعني كده أحلى من absolutely. نعم absolutely. absolutely. حلوة أوي يا عيني. ريوت على فكرة أنا مستنيك في أوضة المكتب. أنا جاي أسمعك الكلمتين اللي هتقف تقولهم قدام الطابور، فهمت؟ أيوة طبعاً فهمت. ركز معايا عشان تحفظهم كويس. حاضر. هات ودنك. أنت هتنيمني تنون تغطاطيسي ولا إيه؟ تغطاطيسي؟ آه. التنويم اسمه تغطاطيسي؟ تنون تغطاطيسي أنت تقول تعالى بتعمل لي كده. بقول لك هات ودنك عشان ما حدش يسمعنا. حاضر. هات ودنك. دكتور أنا لازم أشوفك. لا 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 ما ينفعش ما ينفعش بليز من فضلك محتاجه اقعد اتكلم معاكي. خلاص اوكي اول ما الرياض ينزل انا هكون عندك. باي. انا هضرب نفسي. لا خلاص بضرب نفسي. خلاص والنبي على اليوم اللي شفتك فيه بضرب نفسي. خلاص طب لا عارف تتكلم ولا عارف تقول حاجه ولا عاوز تشوفه. لا حقك انت ايه؟ خلاص انا لب انا رياض. لا فاهم. لا انا بتعمل ايه؟ لا انا بعد لك عشان الزبلايه تبقى تمام. اسمه الزبلايه. الزبلايه ده اسكت. حاضر اسكت. حاضر. طيب هو كان بيكلمني في ايه؟ ان شاء الله دخلت توزع اللبن. ايه اللي بتقوله ده؟ فتحت الساعه كام النهارده؟ هي ورشه خراطه. ايه مش عارف اقول ايه. حد سال عليا في السجن. مين هيسال عليك انت؟ طب اقول ايه؟ انا مش عارف اقول يعني ايه. مش عارف تقول ايه؟ انا مش حفظتك كل حاجه وفهمتك. ماشي من المرتبك. وايه المشي اللي انت ماشيها دي؟ انا الكلاب كان عطبرني من الرجل وانا جاي. دول خطفوا كيس السندوتشات مني. ومين ده كلاب فظيع؟ ده حد يفهمهم ان انا مدير السجن يعني. حاضر. حاضر. هم مش بوليسي ولا هم خرمانت؟ هم خرمانت؟ يعني متلخبطين كده خرمانت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بوليسي. طب والعيال دول عملوا ايه؟ حاولوا يهربوا وفشلوا يا فندم. طب وانت بتعذبهم عشان حاولوا يهربوا ولا عشان فشلوا؟ عشان حاولوا يهربوا يا فندم. طب والزنازين اترشت قدامها ولا ايه؟ رشوا ايه؟ وبخرنا كمان يا فندم. عشان النفس طبعا. نفس؟ ما انت اللي مش عارف تفهمنا اي حاجه من ايه؟ شكيت تحت. تمام يا فندم. الضيوف وصل. طب روح انت. خلوهم يفضلوا هنا. روح انت. اتفضلوا فين؟ وانت ينفع تسيبهم كده؟ هم مين دول؟ مش جايب اهلك يفرجوا على السجن برضه؟ هتشلوا. لا والله. طب انا عامل ايه لما انت تتشل؟ حد بيجيب اهله يفسحه في سجن؟ يعني يمكن تغيير ولا حاجه. هنس سعادتك يا باشا. اتفضل يا سعادتك يا باشا. اتفضل. عارف يا سعادتك ده غير حضرتك ان هو واسع الاطلاع وعلى درايه بامور كتيره ودارس علم نفس. هو رياض باشا زي ورياض باشا حضرتك لو تعرفي ايه امشي انا ولا حاجه؟ لا يا فندم اتفضل سيادتك. لا اتفضل سعادتك. اتفضل سعادتك. اتفضل خلصنا. ورياض باشا يعني من الاخر اول ما تشوفوه هتحبوه على طول. انت حسالة المجتمع وطفلة الحجرة حمار. اوعى تتفكروا ان الحادثة اثرت على دماغي. بالعكس ابسولوتلي انا اللي اثرت على الحادثة. حادثة عملت لي دماغ ودماغ جامدة كمان. يعني انا بحب دماغين. يعني بالمختصر المزيد تتلزم بالقوانين تبقى صاحبه وحبيبه وكفاءة. تغلط يا ريت عشان امسكك اعصرك انزل منك اطفال احداث. انتوا ما تعرفوش مين هو رياض البنطلوني. رياض البنطلوني يعني اصغر مدير سجن حصل في تاريخ البني ادمين. رياض البنطلوني اللي شايل قلبه وحاطط مكانه علبه بولاك اسود عليك وعلى دماغك اللي جابوك لف رياض التوهم. لفه ثانيه انت قد ما شربته من فتره قبل كده من ست شهور. ايوه
انت جاي في ايه؟ عربية خضار. وانت؟ في عربية خضار. برضو انت بتسمي خضار يا ابني هو عسال. تعالى خد الاثنين دول رحلهم على زنزانة سوق العبور. يلا. انت بقى معلمين. خلاص زمن خلاص انتهى. ما حدش فاهم حاجة. تسع ساعات ده انت اهو. انا هرعبكم انا. اللجنة اتنصبت يا فندم. لجنة ايه؟ اللجنة يا فندم. لجنة ايه؟ احنا ما اتفقناش على اللجان احنا. يا فندم لجنة حقوق الانسان. لجنة حقوق الانسان ايه؟ انا ما اعرفش ايه ده. يا فندم لجنة حقوق الانسان اللي جاية تناقش اوضاع المساجين. اللي جاية تناقش اوضاع اللي جاية فين؟ اتفضل يا فندم. دكتور بيتر انثروبولوجي. اوكي. دكتور رؤوف سيكولوجي. باركي. Io vorrei dire due parole. Voglio dire che siamo molto molto contenti di quel bel carcere, di quella bellissima visita che l'abbiamo fatto qua. Come avete fatto quel mettere a posto questa tutta gente, dottoressa Bea Sociology? A te la corte todro cavoga. Dottor Ahmed Hassouna. Tahia Masri ya am. نجاح اي مجتمع يتوقف بالدرجه الاولى على عده مقومات، اهمها السلوك الانساني في التنظيم ودوافعه. وهنا يجب ان يتوائم سلوك الفرد مع سلوك المجتمع. ولكن اذا لم يحدث هذا التناغم الذي يصب في بوتقة الحرية فإن ذلك يرجع لأحد الأمرين. حاجة زي الأولى كده مش هتحس انها علبة بدر. لجنة لحقوق الإنسان حري بنا حري من شفت الناس اللي جنبنا دي تبقى مراته سلام. قال لك حريم بنا. حريم بنا يعني اللي جنبك ده. خارجين على سلوك هذا المجتمع يجب ان يستنشقوا هواء نقيا. ولكم يسعدنا ان نستمع الى تعقيب من الجنرال مانجر رياض المنفلوطي، فليتفضل. انت بقول لك مازنجر اللي يطلع مش مازنجر. انت الجنرال مانجر. انا اللي اطلع انا. شغال مبيد حشري. ده النفوذ ده. ده موظف الكوتة. برافو استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بحب أشكر الأستاذ البني آدم اللي كان بيتكلم من شوية. وأقول له إن أنا يعني هعكم على نقطتين. أول واحدة التشرد الأطفالي. بالنسبة لتشرد الأطفال أحب أقول إن تشرد الأطفال ده مش موجود هنا بس، بالعكس أبسولوتلي التشرد ده موجود على مستوى العالم كله. فعتبة ميدان عابدين الجيزة للسيد مسؤول لجنة حموم الإنسان إن النهارده الجنيه غلب الكرنيه ودي امر واقع النهارده. فلازم نكون ذات نظره مبعديه شويه يعني كنت صاحبتها، وان احنا نبدا نفكر يعني ايه هو نضيف اللي ساعدتهم بيقول عليه. هو نضيف يعني صعب، لان احنا عندنا النهارده الولد الصغير بالنسبه للتشرد الاطفالي. الولد الصغير بيبقى ماسك كيس بلاستيك وتحت كوبري الملك الصالح وعمال حاطه على بقه وعمال يشم في كله، يفضل يشد لحد ما وشه بقى عامل زي فردة الكوشت، وروح الباب بالليل يشم في رجلين اخواته، فعليه جنني الهوا نظيف. فيعني شوفوا لهم حل، ابني لهم بيوت، اعمل لهم سندوتشات حلاوه بالقشطه. وانا من هذا المزنق احب اوجه الكلام للسيد المسؤوم رئيس لجنه حقوق الانسان ان 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 لازم قدامكم يكون حل من اثنين تحلوه. يا يعني يا تبنوا لهم البيوت يا توفر لهم الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احيانا المريض بعد المعده من العمليات سلوكه بيتغير، يعني ممكن يبقى نقيض. توقع منه اي حاجه عكس اللي كان بيعملها قبل كده ده طبيعي جدا. اتس امبوسيبل. انت بتتكلمي معاه كده؟ طب اللي انا هقوله لك ده ملوش علاقه بالطب، اعتبريه كلام ستات في ساونا. ده جوزك يعني مفيش حرج من اي نوع. اللي فيه جلابية حمراء بتلمع، منديل بترتر، حاجه كده احمر في فوشيا. ازاي عارفه
انت لو خدتيه وغيرتوا جوه في اي حته اكيد هتلاقوا مع بعض صيغه احلى. حاولي. اسمع يا حياه قلبي نداء. عملوا نوتين كاسه مع بعض كلها مقصويات لازم يموتوا لاخر المسلسل. هو عنيف رصيف من الخمسة ده لدنا عند العزيز دي. معلش بقى استنى. لا